بسم الله. عندنا تمرين من تمرينات البالانس اسمه سنجل ليج بروبريوسبتيف هوب وذ ستابلايزيشن فرونتال بلان. التمرين ده هنحط اشاره كده في على الارض، وهنعمله 12 تكرار لكل رجل، 12 تكرار وجولتين والراحه لحد 90 ثانيه، يعني جولتين للرجل اليمين وجولتين للرجل الشمال. طيب هنبدا بالرجل الشمال. هنقف هنا في اشاره انا حاططها. المفروض هعمل ايه؟ المفروض ان انا هنط برجلي الشمال هنا وهرجع انط برجلي الشمال هنا. بعد ما خلاص ال 12 تكرار رجلي اليمين. طبعا دي تمرين توازن بس اصعب شويه من التمرينين السابقين، فبرضه محتاج هدوء وتركيز، مش محتاجين حاجه اكتر من كده يعني. تمام؟ وما تنسوش الراحه لحد 90 ثانيه.